في شبوة وتحديدا عاصمتها عتق، أقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أربعينية لقتل الجيش الوطني الذي لقي بعضهم حتفه على أبواب عدن وأبين بقصف الطائرات الإماراتية، فيما لقي بعض الناجين من هذا الاستهداف مصيرهم على أسرة المستشفى الذي نقلوا إليه في أبين على يد أفراد المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي. ذكرى أربعينيات شهداء قصف الجوي الإماراتي الغادر على جيشنا الوطني وهو يؤدي واجبه الوطني بتوجيهات القيادة السياسية مثلا رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي القائد على القوات المسلحة. استشهاد وإصابة 300 ما بين ضابط وصف وجندي وتدمير 20 آلية عسكرية وإحراق 4 سيارات إسعاف. لم تكن هذه جميع الانتهاكات الإماراتية الناتجة عن قصف قوات الجيش في عدن وأبين أواخر أغسطس الماضي، بل أضافت لها أبوظبي سلسلة من الأعمال الأخرى. خسائر كبيرة حيث أدت إلى استشهاد وإصابة 300 ضابط وصف وجندي وتدمير وإحراق 19 آلية وضقما عسكريا وإحراق 4 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى خسائر أخرى في العدد العسكري، كما تم استهداف الفرق الطبية ومنع إسعاف الجرحى والمصابين، وكذلك تم تصفية 19 من المصابين داخل المستشفيات بعد نقلهم إليها لتلقي العلاج. انظروا إلى صور الشهداء، هذه تمثل كل مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية بمختلف مناطقها. الجيش الوطني اليوم يخوض أشرف معركة وطنية دفاعا عن السيادة والتراب الوطني. الغريب في الأمر أن الإمارات وبعد استهدافها للأرتال العسكرية التابعة للجيش الوطني ومقتل هذا العدد من خلال 13 غارة شنتها على مدى يومين، قالت إنها استهدفت مجامع إرهابية، وكأن الأعمال المذكورة سابقا في كلمة مستشار وزير الدفاع لم تكن أعمالا إرهابية، كما أن تصفية الجرحى وتدمير سيارات الإسعاف لا يندرج في مفهوم أبوظبي ضمن الأعمال الإرهابية بحسب التصنيف الدولي. لكن موقف الإمارات منذ اليوم الأول للاستهداف وحتى اليوم ظل ثابتا، لم يتزحزح قيد أنملة رغم إدانات الرئيس هادي والحكومة الشرعية والتصريحات المتكررة من مسؤولين في حكومة هادي. ففي اجتماع الأمم المتحدة أعادت الإمارات على لسان مندوبتها الاتهام ذاته في ردها على كلمة وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، معلنة ومؤكدة أنها ستعاود هذا القصف مجددا في حال توفرت الظروف ذاتها أو قررت حكومة هادي التوجه إلى عدن وإنهاء انقلاب العاشر من أغسطس الماضي.